سم. السؤال الثاني يا محمد مسفر. السؤال الثاني الله يجزاك خير، في واحد اعطاني مبلغ من المال قال مشه لي يعني مشروع، بعدين ما لقيت له مشروع فاخذته هنا وناوي ارجع عليه بزياده من عندي بدون ما نتفق على الزياده هذه، الزياده هذه من عندي انا لاني ما قدرت امشيها فاخذتها هنا وبرجع لها ان شاء الله بفائده. طيب شكرا يا مسفر، تفضل يا شيخ. لا يا اخي رجع له المبلغ بدون زياده وبدون شيء، ما دمت ما شغلته ولا حصلت له مرابح ترجعه له وتخبره بأنك ما تيسر لك تشغيل هذا المبلغ. نعم.